علي، الاستعدادات والفترة هذه أنت عايشتها كثير بعد الانتصارات، إيش رسالة توجهها للاعب المنتخب السعودي؟ أعتقد أن لحظات جدا مهمة، ومدركين لاعبين المنتخب السعودي خصوصا اللاعبين الخبرة اللي يمتلكهم المنتخب مثل قائد سلمان فرج، لهم دور كبير في توجيه اللاعبين وأكيد الجهاز الفني، خصوصا أنك أنت اليوم مقبل على مرحلة جدا مهمة، بداية أول ثلاث مباريات انتصارات، ومثل ما تفضلت كابتن خالد يعني مرحلة ما عاشها المنتخب السعودي حتى لما كان صعدوا كأس العالم في السنوات الأخيرة، ما فازوا لمدة 4 أو 5 مباريات متتالية، وهذه فرصة تاريخية لهذول الشباب للمنتخب أنه يتوج بهذه الانتصارات وينتقل للمرحلة القادمة بارتياحية أكثر. المباراة المنتخب القادمة ما أعتقد هي بشيء سهل، لازم يدركوا هذا الشيء. ثقة الجماهير جدا كبيرة في اللاعبين، نتمنى بإذن الله تعالى يكون الجماهير السعودية وهي أكيد راح تكون حاضرة، راح يكون لها دور جدا جدا كبير. مباراة الصين مثل ما تفضلنا، مباراة اليابان الصفحة وانطوت، 9 نقاط من أول 3 مباريات، المباراة القادمة هي مفتاح جدا جدا كبير ويقرب المنتخب السعودي إلى صحيح. إلى إن شاء الله مونديال قطر، فهذه فرصة كبيرة لازم يعطوا المباراة أهمية كبيرة. صحيح الفوز دائما على الفرق الكبيرة بعض الشيء يعطيك يعني الطمأنينة والثقة الزايدة، ولكن أنا مثل ما قلت لك لاعبين الأخضر يمتلكون لاعبين قادة صحيح. على مسؤولية جدا جدا كبيرة، وهم مدركين هذه المرحلة، وإن شاء الله نشوف الأخضر في قمة عطاء بإذن الله. قول يا رب، قول يا رب.